عن جودة المدرجات وعن الكاميرات اللي موجودة وعن نظام المراقبة وعن نظام كل ما يخص هذه الأمور، يبقى يجب أن أنا أتكلم عن استاد القاهرة. جودة الملاعب في الدوري المصري دي حاجة أنا فاهم، ولكن بالنسبة بقى لاستاد القاهرة، كيف استطاع المسؤولين وعلى رأسهم حضرتك أن نصل إلى هذه الجودة من كل حاجة؟ يعني لما تيجي نتكلم في استاد القاهرة كل حاجة حلوة باستثناء بعض الأمور اللي أنا عارف أن أنتوا بتشتغلوا عليها كمان. أولا طبعا الدولة مشكورة الفترة الأخيرة يعني موفرنا بتوجيهات دكتور أشرف صبحي، وفرنا كل مطالبنا عشان ان احنا نقدر نوصل بالرياضة للدول اللي دلوقتي زي قطر والكويت والسعودية، انت شايف ان هم وصلوا في حتة تانية جدا. فان شاء الله احنا بنسعى الفترة الجاية ان كل سبل الراحة لاستادات مصر كلها، مش استاد القاهرة بالاخص، كل سبل الراحة متوفرة لهم. هنتكلم على استاد القاهرة، احنا مشكورا دكتور اشرف الفترة اللي فاتت مركز كويس جدا في الاستاد، عايز يطلع بيه بأحسن صورة تليق بالرياضة المصرية، ما بيتأخرش علينا كتقنية أرضية الملعب، يعني سفر بعثة كاملة لروسيا عشان نقدر إن احنا نوصل لأكبر ملاعب عليها التقنية دي، وعملنا دراسات عليها وعملنا دورات تدريبية، وبالفعل اخترنا أحسن تقنية في الملاعب وكانت في استاد القاهرة. نفس الموضوع على كاستاد من الداخل ومن الخارج، اشتغلنا عليه كويس جدا، أرضية الملعب تمام زي ما حضرتك شايف بالمستوى العالي، بنغير الترتان بتاع أرضية الملعب، بنشوف أحسن نوع ترتان موجود دلوقتي هنشتغل عليه إن شاء الله خلال شهرين ثلاثة أشهر بكتير قوي هيكون منتهيين من أرضية الملعب. المدرجات لسه مغيرينها في 2019، كان فاضل لنا مقصورة الإعلاميين والحمد لله قدرنا الشهرين اللي فاتوا نشتغل عليها، واوعدك في خلال اسبوع 10 ايام هتلاقي ماسوره الاعلاميين باعلى مستوى واعلى تقنيه موجوده في الاستادات، وكده نقدر ان احنا نقول استاد القاهره كل المتطلبات الخاصه باي لجنه بتيجي ليه متوفره ومتواجده كل المتطلبات. استاذ وليد، المعايير اللي بتستخدم في ارضيه استاد القاهرة، أرضية استاد القاهرة أنا بشوفها أحلى أرضية، هي بتجمع ما بين النجيل الطبيعي والصناعي، يعني أنا كان في تليفون مع حضرتك قبل كده وحضرتك قلت لي هذا الكلام، بتجمع ما بين النجيل الطبيعي والصناعي، تكلفة مش عايز أعرف تكلفة كام يعني، ولكن أقصد هل التكلفة بتاعتها كبيرة؟ لأنه إحنا عندنا ملاعب، وبعدين برضو سؤال مهم جدا، أنت عندك أربع أو خمس فرق أعتقد بتلعب في الدوري العام، هل خمس فرق في الدوري العام، هل ستتأثر أرضية استاد القاهرة اللي بعد شهر ونص شهرين ممكن أجيب حضرتك تاني ألاقيها اصفرت مثلا؟ إحنا جربنا حضرتك السيزون اللي فات كان عندنا سبع فرق موجودين على استاد القاهرة. خلينا يا كابتن نكلمك باللغة بقى التسويقية أو لغة الدرجة، أنا بصرف في السنة 3.5 مليون على ارض الملعب على استاد القاهره. أيوة. من صيانه لكهرباء لخدمات لصيانات خارجيه، كل الكلام دوت بيكلفني 3.5 مليون. النهارده لازم ادخل على الاقل 4.5-5 مليون عشان اقدر اقول ان انا يعني حققت التارجت بتاعي كاستاد القاهره. لا عشان اقدر اصرف على الصيانه دي كل حاجه. بقول لحضرتك يا كابتن احنا يعني كنا السنه اللي فاتت نادي الزمالك كنا كل الحصيله بتاعتنا من حوالي 2 مليون جنيه او 2 مليون الا حوالي 1.8 مليون مباراه نادي الزمالك فقط. فده الامر اللي خلانا طبعا ان احنا نجتهد ونوصل ان احنا نتعاقد مع الاهلي والزمالك وفيوتشر والبنك الاهلي ونادي زد، كان لنا الشرف وادي دجله يكون معانا وسيراميكا كليوباترا، لكن طبعا انا بتاسف لهم ان احنا يعني اكتفينا بخمس فرق فقط، واللي قدم الاول هو اللي كان لي النصيب يكون معانا في استاد القاهره عشان نقدر برضو نحافظ على ارضيه الملعب. ده الاستشاري الخاص بالصيانه هو اللي قال لنا انا اقدر استحمل خمس فرق في السيزون اللي نقدر استاد القاهره ان هو يتحمله. اعتذرنا لسيراميكا كليوباترا واعتذرنا لوادي دجلة، وان شاء الله يعني لو لينا نصيب السيزون القادم يكونوا معانا ده شرف لينا طبعا وشرف للاستاد. طيب
برضه استاذ عصام اتفضل. يعني بص احنا كلنا في المنظومه من زمن، وطبعا يعني صديق الغالي محدثكم يعني يا جمهور الاهلي العظيم رجل خرج من النظام ده. صحيح. النظام ده كابر عن كابر، تحدث عن الاونر الدوله هنا الاستثمار بقى بيستثمر في استاد القاهره، فتحدث عن لجانه محمود وعن استشاري، مش واحد بيتكلم. لا وخد رايه يا استاذ عصام، هو قال له ايه؟ انا بقول لحضرتك قال له انا اقدر اوصل لرقم كام عشان النجيله دي ما تبصش. هو ده بقى هو ده الاستثمار الحقيقي. الا ياتي احد بقى؟ لا ما هو انا ليه بدات بالاستاذ وليد؟